الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال رئيس الحكومة محمد السوداني إن العراق يستورد سنوياً ما مقداره 70 مليار دولار من السلع. وتأتي تصريحات السوداني في وقت ينتقد فيه خبراء اقتصاديون إهمال الحكومات المتعاقبة تفعيل القطاع الخاص ودعم المنتج الوطني وتنويع مصادر الدخل من خلال تجهيط القطاعين الصناعي والزراعي، وهي ملفات طالما عرقلتها جهات حزبية متنفذة ومنتفعة من عمليات الاستيراد وفق أجندات إقليمية وغسيل للأموال. عزى وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب مغادرة الشركات الكبرى للعراق إلى العقود المعيارية التي وضعتها وزارة النفط، فضلاً عن تباطؤ العمل الحكومي. وقال الخطيب إن تباطؤ العمل الحكومي والتسويف وكذلك التغيير المتكرر والسريع للقيادات مختلفة التوجه دفع بالشركات الكبرى للتفكير الجدي بالانسحاب التدريجي من العراق على مستوى المشاريع، ولا سيما مشاريع النفط والغاز. أعلن العراق أن سبب تخفيض إنتاجه النفطي في منظمة أوبك بلاس هدفه الحفاظ على الاستقرار والتوازن في أسواق النفط العالمية. وأضافت الوزارة أنها ستقوم بمراجعة تقارير المصادر الثانوية والتحقق منها ومعالجة الزيادات في الإنتاج إن وجدت وتعويضها خلال الأشهر الأربعة المقبلة. كما أكدت الوزارة أنها ملتزمة بتعديلات الإنتاج المتفق عليها في الاجتماع الوزاري 35 لأوبك بلس الذي عقد في الرابع من شهر حزيران عام 2023 وتعديلات الإنتاج التطوعية الإضافية. أكد خبراء في الشأن الاقتصادي أن ارتفاع عدد العمال الأجانب في العراق مؤشر غير صحي، خصوصاً مع وجود نسبة كبيرة من البطالة بين صفوف الشباب العراقيين والذين هم أولى من غيرهم بفرص العمل. وقال الخبراء إن عدد العمال الأجانب في العراق يبلغ نحو 1 مليون عامل أو أكثر من ذلك بقليل، والمسجل منهم بشكل قانوني يبلغ 660 ألف عامل، والمتبقي منهم يعملون بشكل غير قانوني في البلاد. وأوضح الخبراء أن لهذه المسألة تبعات كثيرة منها الاقتصادي، حيث إن أجور هؤلاء العمال تذهب كعملة أجنبية إلى خارج البلاد وتحرم الشباب العراقي من فرص العمل. أكد خبراء اقتصاديون أن الأموال المخصصة لتنمية المحافظات منذ عام 2005 ذهبت بدون تخطيط صحيح ولم تساهم في تنمية الاقتصاد المحلي عبر استثمارها بمشاريع صناعية أو زراعية. وأوضح الخبراء أن مشاريع تنمية المحافظات لم يخطط لها بشكل جيد، وعندما أعلنت وزارة التخطيط عن وجود نحو 1000 مشروع متلكئ فإن نصف تلك المشاريع أو أكثر لم تستطع المحافظة إكمالها. والآن إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. ختام الموجز، إلى اللقاء.